للحديث عن تداعيات اقتحام الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية معنا من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري. أستاذ معاذ، بداية مرحبا بك. إلى أي مدى يخرج ما جرى في جنين عن الشكل الأمني الذي حاول الاحتلال التذرع به إلى جريمة متكاملة، لا سيما مع استهدافه المدنيين وهذا الدمار الذي خلفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حياكم الله وحيا المشاهدين الكرام. أهلا بكم. النظر إلى ما جرى في جنين اليوم وما جرى قبلها في المدن والبلدات الفلسطينية يجعلنا نعود إلى أن الأصل في كل مسلك يسلكه الاحتلال الصهيوني وكل احتلال على وجه هذه الأرض بشكل عام هو مسلك إجرامي، سواء كان هذا المسلك تحرك أمني، مشروع سياسي، أو حتى على مستوى الإجراءات التي يسمونها مدنية. زد على ذلك حتى على مستوى المشي أو تجوال الاعتيادي على الأراضي التي يحتلونها، والخطوات التي يخطوها جيش الاحتلال أو مستوطنوه تعد جريمة، لأنهم يجوبون أرضا ليس لهم فيها أدنى حق. إذا أردنا النظر مرة أخرى إلى هذه الأحداث نجد أنه في أقل من 48 ساعة سبقت متجرة جنين ليلة حامية شهدتها أحياء مدينة القدس ومحيطها، ولا سيما مثلا حي سلوان الذي شهد مواجهات نتيجة اقتحام قوات الاحتلال. مواجهات هذه سقط فيها عدد من الضحايا أغلبهم مصابون. في مخيم شعفاط على سبيل المثال كان هناك مشهد مماثل، التقى شهيد واحد على الأقل، وأقدمت قوات الاحتلال على هدم منزل من منازل الفلسطينيين هناك. كل ذلك يجري بموازاة حملات الاقتحامات المتسلسلة للمسجد الأقصى المبارك ومساعي جيش الاحتلال في التضييق على المقدسيين وأهالي ومدن وبلدات الضفة الغربية، سواء بالاحتفالات أو بالإبعاد الإداري وهدم المباني وغير ذلك، مما يعطي تصورا واضحا لجريمة ممنهجة صريحة ومعلنة. نعم. طيب أستاذ، إلى أي مدى يشير ما جرى في جنين اليوم أن الاحتلال بحكومته الجديدة لا يريد التهدئة رغم الدعوات العربية التي أطلقت مؤخرا؟ انطلاقا من سؤالك عن الدعوات العربية، أقول الاحتلال ولا أي من حكوماته القديمة أو الجديدة لم يكن يوما يضع في عين اعتباره واهتمامه النظر إلى النظام العربي الرسمي، بل حتى مع الحكومات المطبعة معه، لأنه ينظر إلى هذه الأنظمة باستعلاء بما يجب عندها من موالاة وتأييد سكوتي على أفعاله وصرف نظر عن جرائمه وانتهاكاته، حتى كأنه يقول في هذا المشهد إن هذه الأنظمة التي لا ترث جفنا على ما يجري بحق أبنائها في فلسطين من مجازر وانتهاكات وغير ذلك لا يليق بها إلا أن تكون تبعا. فضلا عن ذلك هناك قضية جوهرية ينبغي على الأمة الإسلامية أن لا تغفل عنها في معادلة الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وهي أن كل من اختار أن يكون عدوا للإسلام سواء بمواجهة ميدانية وقتال مباشر أو بمشروع سياسي أو باتجاه فكري وثقافي وما إلى ذلك، جميعهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كما نص على ذلك القرآن الكريم. ومن هذا المنطلق أصل بيان هيئة علماء المسلمين في العراق توصيف جريمة الاحتلال الصهيوني في جنين حين عبر عنها بأنها نتاج يأسي موغل في صدور القوم حينما بلغوا 3/4 قرن من الزمن ولم يستطيعوا أن ينالوا من قضية فلسطين شيئا إلا بقوة السلاح أو بسطوة العدوان، ومع ذلك ما تزال فلسطين صامدة وأهلها مرابطون. طيب أستاذ معاذ، في ظل هذا التهديد المستمر لجنين إلى أي مدى تحولت جنين إلى حالة ملهمة في الحالة الفلسطينية والعربية؟ جنين وتاريخها في المقاومة أكبر من أن يحتوى في يعني كما نقول في جملة محدودة أو من خلال مداخلة عابرة. جنين هي صاحبة المآثر في المقاومة ولها مشاهد تجعلها مشكاك لكل المقاومين والمجاهدين، سواء في مواجهة الاحتلال البريطاني منتصف القرن الماضي أو في مقارعة الاحتلال الصهيوني، حيث هي كانت وما تزال مصدرا للمجاهدين وللشهداء الذين رووا أرض فلسطين بدمائهم. لنا نحن مثلا في العراق ذكريات وتاريخ عريق مع جنين في ميدان المواجهة مع الاحتلال الصهيوني، ومن يطالع مذكرات ضباط الجيش العراقي الأصيل يجدها حافلة بالكثير من الملاحم. جنين نستطيع أن نقول بشيء من الجرأة
أنها السد المنيع أمام إفساد وإثارة الفتن والحروب التي جبل عليها اليهود. الله عز وجل وصفهم في القرآن الكريم قال: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فنقول في ضوء مقصد هذه الآية الكريمة إن جنين جندي من جنود الله عز وجل نذرت نفسها لتكون وسيلة وأداة لإطفاء حرب يهود وإزهاق فسادهم. طيب أستاذ معاذ، أخيرا ما المطلوب اليوم من الهيئات العلمائية في ظل محاولات محو القضية الفلسطينية بحجة القيم وأيضا بحجة المبادئ الإنسانية؟ ما هو المطلوب اليوم؟ بطبيعة الحال علماء الأمة عليهم تتجه الأنظار ومنهم تخرج الأفكار في مواجهة الاحتلال، سواء يعني ميدانيا أو سياسيا أو ثقافيا أو فكريا. علماء الأمة هم أهل الحل والعقد الذين نص عليهم أن الشريعة الإسلامية نصت على أنهم هم الذين يتولون زمام الأمور إذا خلى الزمان من السلطان المسلم المعتبر. لذلك المسؤولية كبيرة جدا على العلماء وعلى هيئاتهم ومؤسساتهم، وأحسب أن كثيرا منهم يعني يقومون بهذا الواجب حتى وإن كان على مستوى جهد المقل وعلى قدر المستطاع. اليوم على سبيل المثال كان ثمة لقاء جمع عشرات المؤسسات العلمائية. صحيح أن اللقاء كان معدا للتهيئة لفعاليات وأنشطة أسبوع القدس العالمي الذي ينطلق منتصف الشهر القادم إن شاء الله، ولكن كانت جنين حاضرة فيه، وكانت المقاومة الفلسطينية هي رأس الحربة في الموضوعات التي نوقشت في هذا الاجتماع. أقول إن العلماء معول عليهم الكثير وهم يودون واجبهم إن شاء الله، ولكن تبقى الحاجة مستمرة ودائمة لكل ما يمكن أن يغذي هذه الأمة ويشحذ همتها ويهيئها للمفاصل الكبرى مع الكيان الصهيوني وغيره من الاحتلالات. نعم، من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين السيد معاذ البدري، شكرا جزيلا لك.